الأعزاء الأصدقاء، أرحب بكم وفي لقاء جديد. هذه الحلقة 16 أو 17، تأملات سينمائية في أفلام عربية ودولية. يعني في هذه الحلقة وبسرعة بدي أذهب إلى الفيلم الجزائري الملكة الأخيرة. يعني هذا الفيلم الجزائري الرائع والبديع الذي عرض في الصالات الفرنسية، وإحنا كما قلنا ربما يعني في أكثر من مرة أنه ربما تكون هناك بعض الأفلام الجيدة العربية، ولكن التحدي الحقيقي هو أن تعرض في الصالات الدولية يعني في فرنسا في أوروبا. طبعا هذا الفيلم من إخراج داميان أونوري مع عديلة بن دي مراد، وهي أيضا التي قامت بالبطولة، بطولة الملكة زفيرة. يعني هذا الفيلم إحنا ربما يعني الذي لا يعلمون أنه مضى أو حتى يتم إنتاج هذا الفيلم ربما 4 سنوات من العمل، لأنه كان مكلف جدا، و4 سنوات من البحث عن الممولين. وجد تقريبا أكثر من 20 تمويل من 20 جهة، أخذ وقت طويل. هذا طبعا هو هذا العمل درامي، ممكن أن نقول أنه تاريخي، ممكن أن نقول أنه يعني رومانسي أيضا، ممكن أن نقول أنه أيضا من الأفلام التي تمجد الأرض، تمجد المقاومة، تمجد نحن نعرف طبعا قصة الفيلم الملكة الجزائرية زفيرة، وهي زوجة الملك الجزائري الوطني الشجاع سليم التومي، الذي يعني تولى السلطة في أوائل القرن السادس عشر. وقد تزوج هذه الجميلة زفيرة وأنجبت له يحيى ليكون الملك. القصة طبعا في هذا الفيلم تدور حول شخصية زفيرة التي أحبت زوجها. زفيرة تحب هذا الملك، تحب زوجها، ولكن زوجها في منشغل عنها أو انشغل عنها بسبب أنه في كانت في تلك الفترة الكثير من القلاقل، طبعا الاستعمار الأسباني الذي حاول أن يستولي على الجزائر. وكان طبعا مع يعني هذا الملك لديه خيارات، وخيارات صعبة، إما أن يقوم ويستسلم أو يضع يده مع يد المستعمرين ويسلم البلاد ويكون حتى ملكا، أو أنه يذهب ويتعاون مع القراصنة. يعني القراصنة هذول، وهذول القراصنة أيضا يعني كان بين فكي أو بين كماشة، يعني كماشة يعني كل سن أو كل رأس لها ربما يعني أفضل من الآخر. هذا الفيلم ربما يمتاز، والبعض يتحدث دائما في عندما يتحدثون عن هذا الفيلم، الديكورات الرائعة، الإكسسوارات الجميلة، الملابس الرقيقة والأنيقة. يعني كذلك في جهد كبير جدا بالنسبة لاختيار الأماكن الداخلية والأماكن الخارجية. كذلك هناك في معارك حربية، في هناك كذا، إذا كان هناك إنتاج ضخم، وهذا الإنتاج ربما جعل الفيلم يأخذ هذه السنوات للإنتاج. طبعا الفيلم هذا عرض في عدد من المهرجانات العربية وأيضا المهرجانات الدولية. هذا الفيلم فقط لأنه يعني أنا أقول نحن كما مثلا أنا كمشاهد أو كمحب للسينما موجود في فرنسا في مدينة في النورماندي اسمها كون، فهذا الفيلم عرض في هذه المدينة. طبعا هو وأفلام كثيرة عربية، لكن للأسف الشديد نحن مع يعني نوعية أخرى من المشاهدين. يعني هذه المدينة أو هذه المنطقة الكبيرة اسمها كالفادوس يوجد فيها ربما مئات يعني الآلاف، عشرات الآلاف من العرب من الجزائريين، لكن عندما ندخل طبعا قاعات السينما نجدها فارغة. هذا طبعا دائما سمات للأسف الشديد الإخوة العرب هم بعيدين عن الثقافة، بعيدين عن كل شيء، يعني أي شيء ثقافي أو فني لا تجدهم فيه. في مكان يعني لو في مكان يعني فيها عزومة وفيها أكل وفيها شرب تجد بالعشرات بالمئات يتوافدون، فهذه هي مشكلة. إذا والله أنت تفتح جمعية يا أخي وتقول حتى توزع حتى بومبو أو توزع حتى شوكولاتة بسيطة رخيصة الثمن، راح تحصل يعني طوابير طوابير الطوابير عليك، بينما هذه هي دور السينما. والتذاكر هون يعني لا ليست غالية، متوسطة، يعني 7 يورو أو 8 يورو بالنسبة للأنتخي يعني للفرد، وبالنسبة للطفل أو الناس الذين أقل من 25 سنة ربما يكون 4 يورو ونص. الناس أيضا الذي لديهم الكرت الباص المواصلات بتاعها يكون 4 يورو ونص تقريبا أو 5 يورو.
يعني ليست غالية، ليست ذلك المبلغ، يعني في السينمات التجارية الآن بلغت التذاكر تقريبا 12 يورو يعني مع الغلاء ومع كذا يعني. إذا سنتوقف مع هذا الفيلم، سنتحدث عن هذا الفيلم، سنحاول أن نرى هذا الفيلم من عدة نواحي، نواحي جمالية ونواحي إنسانية، نواحي فنية يعني. وبرافو بالنسبة للمخرجين، وبرافو أيضا للممثلة التي فعلا يعني استطاعت أن تحفر في أذهاننا بعض المواقف المهمة جدا. إذا كونوا معنا، تأملات سينمائية، تأملات حول الأفلام السينمائية العربية والعالمية. حميد عقبي يقدمها لكم من باريس، كونوا معنا. الأعزاء الأصدقاء، إذا نواصل معكم هذا أو هذه الحلقة الخاصة عديلة بن دي مراد وداميان أونوري الذي استطاع، أو داميان أنوري والله ما أدري كيف ينطق. وقد حصل هذا الفيلم على دعم كما قلت أكثر من 16 مؤسسة دولية عربية وأوروبية، وأيضا حتى من تايوان كان العديد من الفنيين، وكان العديد من يعني الفيلم هذا ربما يعني فيه دهشة وسحر كبير جدا رائع، لأنه يعني حاول أيضا، نحن هنا لسنا فقط بمسألة أن نذهب إلى قصة تاريخية، هل هي هذه القصة حقيقية أو ليست حقيقية، لأن هناك اختلاف كثير جدا حول زفيرة، فالبعض يعتبرها أنها مجرد من الخيال الشعبي، حتى لو تكون من الخيال الشعبي ولكن هنا استثمرت بشكل فني كبير. نعود إذن للقصة. طبعا الأحداث هذه تدور في 1516 وبالذات من مدينة الجزائر. سليم التومي يعني كملك له خيارات محدودة صعبة جدا للغاية، إما مقاومة الغزاة الأسبان بما يمتلكه من جيش وعتاد، يعني كان هو لا يمتلك الكثير من يعني من الجيش ولا يمتلك الكثير من العتاد، وكذلك كان لديه أيضا مهمة صعبة جدا، كيف يوحد هذه الشيوخ القبائل الجزائرية العربية وغير العربية بحيث أنهم يستطيعون أن يتجاوزوا أو يستطيعون أن يعملوا أو أن يحاربوا هذا الاستعمار الذي كان يمتلك المدافع، كان يمتلك تقنيات حرب. طبعا دائما تقنيات الحرب تتطور وتقنيات السلام لا تتطور. إذا هنا كان يعني أمامه فرصة أنه يستعين ببعض القراصنة، القراصنة قائدهم عروج، وهو يعلم أيضا إن هؤلاء القراصنة جشعين جدا، هؤلاء القراصنة يعني هم غير متحضرين، هؤلاء القراصنة أيضا يعني هم فقط متعودين على المال، متعودين على الربح، متعودين على يعني لا يمكن أن أثق بهؤلاء. ولكن مع ذلك أخيرا حاول، أو أخيرا يعني بعد نقاشات طويلة مع عدد من الشيوخ وكذا، يعني استعان بالعروج، هذا عروج قائد القراصنة. ووجدنا أن هؤلاء القراصنة رغم أن عددهم قليل لأن لديهم قوة وبأس في الحرب وخبرة أيضا، وحتى إن عروج فقد أحد يديه يعني وهو يحارب في، طبعا هم لا يحاربون، هم لا يعترفون بالأرض، هم ليس لهم أرض وليس لهم يعني، ربما هم من أصول متعددة أوروبية عربية مش عارف إيش، بس هم مستأجرة، عبارة إنهم يعني من أجل المال. طبعا بعد انتهت الحرب وانتصروا على الأسبان بهذا الاتحاد، يعني ظل القراصنة موجودين في الجزائر لبعض الوقت وشاهدوا المدينة، شاهدوا التحضر، يعني هذول الناس متخلفين، هذول الناس متوحشين أو عايشين حياة عبارة حياة وحشية، يعني ما نقول بربرية، حياة وحشية. هم فقط يعني ليس لديهم هدف إلا المال والمتعة وكذا. عندما شاهدوا هذه الجزائر، شاهدوا هذه المدينة، شاهدوا هذا التحضر، يعني بدأ عروج يخطط لكي يأخذ أو لكي، وعندما شاهد أيضا الملكة الزفيرة، عروج عندما شاهد هذه الملكة بجمالها، هذه الحديقة الرائعة بما فيها من جمال وروعة، يعني القصر، الستائر، يعني هم طبعا كانوا حتى في الحديقة وهم يشربون أو هم كذا، يعني يتكلمون بكلام خايب مثل ما نقول، يعني احتكاكهم أساسا بالحضارة كان قليل جدا، يعني هم لم يحاولوا مثلا أو لم يفكروا مثلا بالاندماج بهذه الحضارة
أو بالاستقرار، يعني كان المفروض يعني حسب العقد وحسب الميثاق أنهم بعد انتهاء الحرب يأخذون المال أو يأخذون المال ويعودون يركبون سفنهم ويذهبون إلى وين ما يروحوا، يعني ما كان هذا الاتفاق، لكنهم ظلوا هنا. وبدأ عروج يخطط بحيث أنه كيف يستولي على هذه الملكة التي سحرته من أول نظرة، يعني هيك مثل ما تقولوا نحن هنا، يعني على فكرة نحن هنا أيضا، هنا ربما فيما يعني تمت بطريقة غير مباشرة، ربما داميان وعديلة لو كانوا اشتغلوا عليها أكثر ربما كانت أو وضحوها أكثر، يعني نحن هنا على الوحش والجميلة والوحش، هذا الوحش هذا المتوحش هذا الغير متحضر عندما ينظر ويرى هذه الملكة زفيرة، الأناقة، اللبس، يعني حتى هي دائما ما تكون مع النساء على المسبح، يعني تغني مع النساء، يعني تصوروا ان هذه الحضاره العطر بنفس العطر يكبوه باللتر في الماء بحيث تسبح في ماء معطر او في مع الورد مع البرفانات مع كذا. الملك كان المفروض ان يعود الى هذه الملكه وانه وعدها، ونحن ربما لو شاهدنا احدى المواقف، يعني هذه المرأة تمثل ليست فقط هي زوجة ملك وامرأة مرفهة، ولكن هي كانت أيضا ذكية، وكانت أيضا هي تملك أيضا شيء آخر اللي هو يحيى. يحيى يعتبر امتداد للسلطان، امتداد للملك، امتداد لهذا الملك ولهذه الحكومة ولهذه السلالة، يعني وكان ابنها. فهي طبعا أيضا هي تمتلك شيء آخر، تمتلك طبعا هي القيم، حب الحياة، يعني عندما قبل أن يسافر الملك هي تقول له أنت لك شهور ما جيتني، أنت لك شهور لم تمسني، أنت لك شهور لم ترني، أنت لك شهور لم تفعل معي الحب، يعني ما أنت لم تعاشرني يعني بالمفتوح، يعني إذا كنت أنت يعني خلاص ما عندك الرغبة ما عندك هيك قل لي. فهو يعني يكاد يلطمها، بعدين يقول لها بس دعيني أخلص أنتهي من هذه المرحلة اللي هي مرحلة صعبة جدا، وبعد ذلك سأعود لك الحبيب والزوج والعاشق وكذا. هي لا تريد ملك، هي لا تريد أساسا أن تكون مجرد ملكة، هي تريد أن تكون أيضا امرأة، أن تتمتع بحياتها، أن تعيش حياتها كامرأة، أن تمارس الجنس، يعني قالت له بالمفتوح أريد أن أمارس، لأني أنا منذ فترة طويلة لم أمارس هذا، يعني هذه اللذة، لم أمارس هذه الحياة، لم أمارس هذه الرغبة، كيف أكون حبيبة، كيف أكون عشيقة، كيف أكون زوجة وأنا لم أمارس، أنا أريد أن أكون امرأة وأريد أن يعني أريد أن أتمتع بحياتي كامرأة. فهو أخيرا يعدها، وفعلا يعني بعد النصر وبعد الذبائح والاحتفالات وهاي، كان المفروض الملك سليم أن يأتي وأن يعد، يعني كما وعد زوجته أعدت عطرها وأعدت برفان وأعدت العشاء وأعدت الخدم وأعدت المخاد وأعدت السرير، أعدت كل شيء، امرأة جاهزة جدا، يعني جاهزة للأحضان، جاهزة للعناقات، يم انتصرنا أوكي، لكن أنا أريد أن أحس أنا امرأة، أنت الآن يعني أنقذت الأرض فالآن تعال أنقذني كامرأة، هيك الرسالة كانت واضحة جدا، أنت أنقذت هذه الأرض وأنت يعني أنقذت هذا الشعب وأنقذت هذه الأرض، ويعني هذه الأرض اللي سقيت بالدماء، والآن أنقذني أنا كامرأة واسقني من حبك من حنانك، اسقني من الجنس، يعني كانت صريحة وليست يعني لا يوجد هناك، لكنه في هذه الليلة، ليلة الحب وليلة العناقات، يقتل من قبل عروج، وطبعا الصراخ والألم وكذا. سرعان عروج ما يحاول أو ما يستولي على القصر، يستولي على المملكة، يستولي على كل شيء. الناس الذين يعني الناس طبعا القبائل الجيش هذول، هناك من هادنا وهناك من خرج وخرب، فهو استخدم العنف واستخدم الذبح واستخدم كل ما يمكن أن يستخدمه أي محتل، أصبح عروج هذا المحتل. ولكن طبعا عروج هون نحن مع عروج المحتل القاسي الوحشي جدا جدا مع كل من يعارضه، يعني يقتل بدون هوادة، ولكنه يعني مع هذه الملكة بعد فقط فترة بسيطة جدا يرسل لها ويريد يرسل لها الهدايا، يرسل لها كذا، يرسل يطلب ودها، يقول لها أنت في أمان أنت وابنك. ف
فهون إذا هو يعني لم تمضي فترة بسيطة ويريد أن يتزوجها، يعني هي تقول له طيب أنا لم يعني لست الآن في وضع إنه يعني حاولت أن تكون ذكية بحيث إنها يعني حاولت أن تضع خيط بسيط. وهذا الرجل كان مندفع جدا، يعني عندما يكون أو عندما يفكر في هذه في زفيرة هو يفكر فيها كرجل، يعني هو الوحش وهذه الجميلة ويريد أن يستولي عليها بكل شيء بأي ثمن. يعني إذا كان هو في هذه المرحلة، هي تريد أن تؤمن ابنها باعتبار أنه الملك وباعتبار أنه هو تتفق مع المقاومة الخارجية حتى مع الزوجة الثانية. يعني الزوجة الثانية تختار هي أن تخرج وتقول لزهيرة بعد ذلك عندما ترى عروج، تقول لها إذا نحن سنقاوم من الخارج ولكن أنت تستطيعين أن تنهي هذا الاحتلال بلحظة واحدة، كل ما عليك فعله هو أن تقومي أو أن تفعلي أن تقومي بعملية قتل هذا الرجل ليلة الدخلة. إذا هي أمام خيارات عديدة، يعني هي في ذات نفسها، يعني هون الانقلاب الموجود اللي موجود في هذه الشخصية. لماذا هذه الشخصية تكون أسطورية خرافية، تكون تراثية قوية جدا؟ لأنها هذه المرأة والتي كانت تطلب من الملك زوجها، تطلب منه الجنس وبصراحة، وتريد أن تتمتع بذاتها، تريد أن تتمتع بنفسها كامرأة، وهنا هذا عروج يعني هو فحل، يعني 200 حصان ربما أكثر من زوجها قوة الباءة، وهو أيضا يحبها ويعشقها. يعني ليس هو يعني ممكن أن تصير هي الملكة برمشة عين، ولا أحد يلومها في هذا لأنها هي تريد أن تحافظ على نفسها، تحافظ على ابنها، لا له لوم عليها، ولكن هي تعرف أن الزواج أو قبول العروج هو شرعنة الاحتلال. ومن هنا تأتي يعني قوة هذه الشخصية بحيث أنها تصبح نموذجا، تصبح رمزا، تصبح شيئا كبيرا، لأنها قالت أنا لو تزوجت هذا الرجل سأشرعن الاحتلال. وهكذا دائما أي احتلال يبحث عن شرعنة، أي احتلال يحتل بلدك، أي شخص أو أي دولة تيجي تحكم دولة أخرى وتحتلها، هي تبحث دائما، تعرف أن مهما يكون هنالك من القوة، مهما يكون عندك من الجيش، مهما يكون عندك من الأعتاد، مهما يكون عندك من الشركاء الخارجيين اللي ممكن يحموك، اللي ممكن أن يضافروا، لكنك قد تجد مقاومة شعبية بالداخل. لذلك يبحثون عن شرعنة. الاحتلال الفرنسي في الكثير من الدول العربية دائما كانوا يبحثون عن شرعنة، الاحتلال الإنجليزي، كل أنواع الاحتلالات في أي دولة في أي زمان ومكان منذ بداية التاريخ إلى اللحظة الأخرى، إلى اللحظة الآن، عفوا، إلى اللحظة الآن. إذا هي فكرت وقالت أنا لا أريد أن أمنح هذا الشخص الشرعنة، لا حتى يكون يعني حاكما أبديا وحتى تضيع الأرض. إذا هنا بدأت ترفض، رفضت في الأول، رفضت في الثاني، رفضت في الثالثة. المشكلة أيضا التي واجهتها هذه المرأة وهي أخوها، عائلتها هي من قبيلة، فعندما جاء أخوها أول مرة يقول لها أنت خلص زوجك مات وكنت مع زوج والآن أنت غير يعني امرأة مطلقة، امرأة يعني أرملة، فلا يجوز لك أن تظلي في هذا القصر ولا يجوز لك، إذا تعالي معنا إلى البادية، تعالي معنا إلى مرابع القبيلة أو مرابع العشيرة. فهي ترى أن أيضا التخلي عن مدينة أو التخلي عن كذا سيكون أيضا هناك، يعني بمعنى أنها ستفقد كل شيء، ابنها نفسه سيفقد الحكم، سيفقد لأنه ابن أسرة سليلة، ابن أسرة كريمة، ابن أسرة حاكمة، يعني هذا التاج الكبير وهذا المسؤولية الكبيرة. هي رأت نفسها أيضا مسؤولة عن المستقبل، يعني ليست فقط عن هذا الحاضر ولكن مسؤولة أيضا عن المستقبل اللي هو مستقبل هذه البلد، مستقبل هذا الملك الصغير الذي ما زال طفلا ويجب أن يعيش في طبعا يحاول أحد أخوانها في أحد المشاهد أن يأخذ ابنها غصبا أو كذا، فتندفع هذه الإنسانة الرقيقة الحنونة البسيطة الجميلة ذات الجسد الرائع و يعني هذه الأنثى اللي إحنا لا نتصور، وتقتل أخوها، تقتل أخوها دفاعا عن ابنها، دفاعا عن
عن هذا المستقبل، لأن التخلي عن الجزائر، التخلي عن المدينة، التخلي عن مسؤوليتها كأرملة، كزوجة سابقة لملك، ويعني يعتبر نوع من الانتكاسة أو نوع من كذا. نعلم طبعا في الجانب الآخر عروج يقوم يقتل كل المقاومين، يقتل كل شيء، يعني الكثير من الأشياء، كأن أنت شجرة المقاومة الضخمة اللي بدأت تنبت بالخارج واللي كذا. عروج لا ليس له إلا ولا ذمة، يعني شخص متوحش جدا هو صح يعني في الخارج، لكنه يظل هذا الوحش، يظل ذليلا، يبعث رسالة ورا رسالة، الهدايا، الذهب، المجوهرات، الصناديق الفاخرة اللي فيها كل شيء، لكن ما تزال زهيرة غير قابلة أن تقبل هذا المحتل، لأنها هي مش مسألة، هي يعني في إحدى اللقطات، وعندما يكونون في الغابة، يعني يكون يعني يحاول أخوها أو قبيلتها أن تأخذ ابنها، وبعدين عروج يأتي ينقذ الولد أو كذا. هو يأخذها على الحصان، يعني هي تشم رائحته، كونتاكت فيزيك بين الجسدين، هذا الجسد اللي هو قلنا 200 حصان يعني يعني وهذه المرأة الطواقة إلى الجنس، إلى المحبة، إلى العشق، إلى العناقات، ولكن مع ذلك يعني هي كأنثى انتصرت على ذاتها، انتصرت على شهوتها من أجل الأرض، من أجل الوطن. المصيبة اللي هي تضعها، أو الكارثة الكبيرة التي يعني تصاب بها أو تجعلها محبطة جدا، هو فقدان ابنها، فقدان ابنها. وهذا الابن عندما تأتيها الملابس فيها دماء، يعني حتى هي يعني ربما هنا في مسألة، يعني مسألة تعود كأنها أسطرة، يعني تقول هذه ليست دماء يوسف مثلا الكاذب، ولكن هذه دماء حقيقية، هذه دماء يحيى، يعني يحيى الذي يقتل يعني بطريقة وحشية أيضا من قبل، أيضا يكون أيضا من قبل عروج. فهون إذا يعني ترى نفسها أنها قد فقدت كل شيء، فقدت جزء من روحها، فقدت يعني هي بعد ذلك، يعني امرأة عندما تفقد هذا، يعني تفقد الابن، تفقد كذا، فلا يمكن هناك، يعني لا شيء هناك بعد ذلك، لا حياة، يعني هذا الجسد مهما يكون أنثوي وطواق إلى اللذة، ومحتاج إلى عناقات، محتاج إلى عناية، محتاج إلى فارس، لكنها هنا تفقد الحياة وتفقد الأمل في الحياة، ويزيد في جانبها أو يزيد في داخلها مسألة واحدة فقط، هو الانتقام. كيف ستنتقم؟ سنكون في الجزء الثالث والأخير، نتحدث على نهاية الفيلم ونعود ونتحدث بشكل سريع جدا حول بعض الجماليات لهذا العمل. هذا اللقاء مع فيلم الملكة الأخيرة أو الملكة الزفيرة، طبعا كما قلت هذا العمل فيه جهد واضح، النهاية كانت أيضا النهاية يعني فيها نوع من الأسطرة، أو نوع من يعني جعل النهاية، البعض يقول والله النهاية إنها تقتل الملكة أو الملكة، طبعا عندما تحاول أن تقتل عروج هذا الوحش، ولكنها تعجز طبعا بسبب الفارق الجسماني، يعني هذا الرجل منه 100 ثور و200 حصان، وهذه النسمة، هذه الفراشة، هذه الملكة الرقيقة، المرأة اللي فيها مواصفات الجمال، مواصفات كل المواصفات الرائعة والجميلة، لا تستطيع طبعا بسبب الفارق الجسماني أو القوة الجسمانية، فماذا تفعل في الأخير؟ في الأخير هي تذبح نفسها، فهي تقتله قتلا، يعني هي تقتله لأنه هو متعلق فيها بشكل، يعني بشكل كبير، يعني هو روحه فيها، يعني حتى الذهب والمال والسلطة وهاي تكاد لا تعني له شيئا. وهو طبعا عنده بالاستيلاء على الملكة التي في الأخير يعني اضطرت أن تقبل الزواج منه، يعني وهي تفكر في قتله من اللحظة الأولى، يعني ده أنا ربما أكثر من كلمة يعني. فإذا هنا يعني هو يريد يعني يتمتع كرجل، يتمتع كعاشق، يتمتع كمحب،
وفي نفس الوقت هو أيضا يريد أن يشرعن ذاته، يشرعن حكمه، يعني بحيث يستمر ويعلم أنه يعني إن فقد هذه الملكة بأي طريقة من الطرق هو سيفقد نوع من قوته، يعني سيفقد عنصرا مهما جدا من قوته من سلطته. هي عندما تعجز عن قتله تنتحر، يعني تذبح نفسها، يسيل دمها ويأخذها. يعني هون ربما نقول أو ربما يقول بعض، والله الحب يعني ممكن أن يغير الإنسان، ممكن أن يكون يعني هذا الوحش تحول إلى حمل ودي، تحول إلى ملاك. ولكن طبعا بمعنى هذا الرجل، هذا رجل حرب، يعني رجل حرب، رجل يعني لديه أطماع في الأرض والاستيلاء على هذا الجسد، على هذه المرأة. يعني صح إنه يعني هو عاشقها وربما يكون غصبا عنه، يعني هيك دخل عشقها أو عشقها في قلبه. ولكن مع ذلك، رغم ذلك، هناك لديه أكيد يعني أشياء أخرى، يريد أن يشرعن احتلاله لهذه الأرض. هي يعني عندما تشعر أنها فقدت كل شيء، يعني كان فقدان الابن هو الطامة الكبرى التي غيرت حياتها، والتي يعني هي طبعا فقدت الأسرة أيضا، لأن يعني عائلتها تخلت عنها، عائلتها اعتبرتها يعني إنها شاذة، أو بأنها يعني تعصي الأوامر، العادات والتقاليد. إن المرأة عندما يموت زوجها تعود إلى دار أبيها، وهي تعرف أنها ستعود امرأة مكسورة، ولكن هي امرأة قوية. فإذا في النهاية، أو هذه النهاية، هي خلقت، ربما هي أعطت رسالة للمقاومة. صح إن الكثير من المقاومين الذين كانوا في الخارج قتلوا، واستخدم معهم عروج كل مستويات العنف، اللي هو يذكرنا حتى أيضا بالعنف الكبير الذي كان في الاستعمار الفرنسي، العنف الكبير الذي يوجد في أي استعمار، الاستعمارات القديمة، الاستعمارات الجديدة. لا تظن أن مستعمر سيأتي إلى بلدك وسيرش الورود وسيوزع الحلوى، يعني مثل الأفلام الأمريكية عندما تتحدث عن حرب العراق وتجي لك واحد جندي هو بالمسدس والأسلحة الثقيلة والقنابل المحيطة على ملابسه العسكرية، ولكن عنده كيس من الحلويات والزهر الأطفال، إذا سقطت بنت صغيرة يأخذها، إذا مش عارف إيش. يعني كان المسألة هو عبارة عن محاولة لتجميل الاستعمار، أو محاولة لتجميل صورة الجندي أو العسكري أو الاحتلال الأمريكي مثلا للعراق. عشرات الأفلام، مئات الأفلام أنتجت، وبدعم أيضا من وزارة الدفاع، من البنتاجون، من المخابرات الأمريكية، من كذا، وما تزال إلى الآن. يعني حتى في حرب الفيتنام، إذا رأينا يعني هؤلاء الجنود وهذه الطائرات التي تحرق يعني قرية بما فيها من بشر ومن حجر ومن، وبعد ذلك تجد والله جندي يشوف واحدة ويعشق بنت ويهديها الورد ومش عارف إيش وكذا، يعني وإنه ينجح إنه يستميل قلبها، وإنه كذا، أو إنه يشوف طفل صغير يأخذه يعطيه بومبو، يعطيه يعني حلوة ولا شوكولاتة، ولا يعطيها هدية صغيرة، يعني لعبة أو عروسة أو أي. هذه كلها عبارة إنها كانت مسائل أو رسائل فقط لتجميل الاحتلال. هون كانت الرسالة واضحة جدا، أن لا يوجد أي احتلال يمكن. وهو هذا إذا ذكرنا بأنه يعني يقول الفيلم أن هذا الشعب الجزائري أو هذا، أو أي شعب، لا يمكن أي شعب أن يعني مهما يكون هذا الشعب ضعيفا، مهما لا يكون لا يمتلك أسلحة، مهما يكون يعني العالم تخلى عنه، الجيران والأصدقاء وكذا، لا يمكن هذا أي شعب من الشعوب القديما وحديثا وفي أي حضارة ومستقبلا، يعني مهما امتدت الحياة، أي شعب مهما يكون يأتي استعمار يستولي على الأرض، فهذا لا يمكن هذا الشعب أن يسكت، يمكن أن يقاوم بالحجر، أن يقاوم، حتى لا يمكن أن يظل هذا الشعب خانعا، أو دائما هناك في مقاومة، دائما هناك في اعتزاز بالأرض دائما. فهذه يعني إعادة، يعني أسطورة جديدة جدا. طبعا تقول والله الملكة زفيرة هذه عبارة مجرد عن خرافة ومجرد مش عارف إيش، حتى لو تكون، ولكن هنا يعطينا أيضا حتى يعني بعض القراءات للمستقبل. البعض رأى في هذا الفيلم من النقاد بعض وهذا ما أيضا ما يمكن أن نفهمه من هذا الفيلم، أن هناك في قضايا
كيف تكون المرأة مستقلة، كيف المرأة تعتز بنفسها، تعتز بأنوثتها، حتى تعتز بجسدها يعني كأنثى. يمكنها أن تطالب صديقها أو حبيبها أو عشيقها أو زوجها إذا قصر معها جسديا، إذا قصر معها في العلاقات، فما بالك أن يكون زوجها. فيعني بمعنى أن هذه المرأة لها حق، هذه ليست يعني مجرد جسد، يعني عندما يريد الرجل أو عندما يريد هذا يأتي ويأخذ لذته ويذهب، يتركها شهر، يتركها سنة، يتركها شهور. لا، إذا هناك في قضايا أيضا أن العادات والتقاليد القديمة هي ما تزال جديدة وتتجدد حتى رغم التطورات، رغم ما نشهده. وطبعا هذا لا فقط، يعني إحنا لا نتحدث فقط عن الجزائر، نحن نتحدث إنسانيا. يعني حتى هو يعني في بعض هنا في أوروبا وفي بعض الأماكن وفي بعض كذا، هناك في تراديسيون، في هناك عادات، في هناك تقاليد، في هناك يعني فئات اجتماعية معينة مغلقة على ذاتها، لها تقاليدها، لها خرافاتها، لها أساطيرها، لها أغانيها، لها عاداتها. ف يعني دائما المرأة في هذه أو في هذا. إذا كيف تكون المرأة؟ ربما نجحت المخرجة والمخرج داميان، والمخرجة أيضا نجحوا في أنهم يحاولوا أن يعطونا هذه الخلاصة أو هذه بعض القلق أو بعض المسائل. طبعا عديلة بن ديمراد وداميان أونوري، عافية عليهم على هذا العمل. ذكرت ربما في الختام بعض المخرجين والمخرجات العرب المقيمين هم في أوروبا، يعني ربما يمارسون جلد الذات والتحكم والسخرية على كل ما هو شرقي، على كل ما هو عربي، على ما كل، ويقدمون مشاريع أحيانا تكون مشوهة، يعني فقط قضايا جنسية، هذا بدأت يعني صارت سحاقية، هذا صار مش عارف إيش، هذه بدها تمارس الجنس خارج الإطار الزواج. لكن هناك قضايا كبيرة جدا يعني في عالمنا العربي تحتاج، حتى لو كان الجنس موجود فيها، يعني الجنس ليس عيبا والجنس ليس يعني مشكلتنا، لا، عمره ما كان الجنس مشكلة في الثقافة العربية. تعالوا إلى آلاف ومئات القصص، مئات الخرافات، مئات الحكايات الشعبية، ستجد أن الجنس يلعب دورا كبيرا وأن كذا. فمش مسألة هذا، ولكن هناك للأسف الشديد يعني نوع من جلد الذات، نوع من الشهادات اللي تمجد الاستعمار أو اللي تمجد يعني تلغي الذات، مش فقط يعني ما ليست مسألة تمجد الاستعمار، تلغي الذات. هون نحن وجدنا ذات مهمة جدا، وذات يعني هذه الهوية الجزائرية، الهوية حتى وإن اختلفنا على يعني هل هذه الملكة الجزائرية اكزيست أو اكزيست با، يعني هل هي موجودة أو ليست موجودة حقيقة. لكن إحنا طبعا في العالم العربي، ربما العالم الشرقي، في كثير من الدول التي تشارك معنا حولنا ومعنا، يمتلكون مئات وآلاف الخرافات، وهذه الخرافات أصبحت الآن يعني تصبح سينمائية. يعني كثير من الأفلام، يعني تعالوا بنا نشاهد الأفلام الكورية، حتى الأفلام التايلاندية، المسلسلات اللي تبث على نتفليكس، حتى يعني الدول أوروبا الشرقية لديها سينما رائعة ولديها أيضا مسلسلات رائعة، حتى النرويج والسويد الآن يعني في مسلسلات والله في الفترة الأخيرة أنا شاهدتها رائعة جدا، كلها تعتمد على أساطير، تعتمد على خرافات، تعتمد على خيالات أو حكايات من التراث الشعبي. وتأتي السينما، طبعا أنت كسينمائي ليس هدفك أو ليس مهمتك أن تنقل حرفيا، أنت تضيف من خيالك ككاتب وكسينمائي وتصورها بطريقة ربما عصرنا. إذا هنا يعني في قضايا كثيرة، ربما من الرسائل المهمة أيضا الملكة الزفيرة تقول لكل امرأة سواء جزائرية أو عربية أو أي امرأة في العالم، أنك ممكن أن تكوني مستقلة، أن تكوني قوية، وأن تضحي أيضا. يعني في لحظات من اللحظات أو في بعض اللحظات تحتاج منا أن نضحي، يعني سواء رجال أو نساء، من أجل هذه الأرض، من أجل هذا، من أجل من حولنا. فهي يعني بالأخير ضحت بنفسها، يعني لم تجد يعني إلا أن تضحي، أن تصبح هي القربان، قربانا للمقاومة، قربانا لهذه الأرض، تسقي أرضها بدمها، بحيث أن لا يكون هذا المستعمر أن لا يمس، لأن كان يعني المساس بهذه المرأة هو المساس، يعني معاقرة ومعاشرة هذه المرأة وبقبولها، يعني كأن الأرض تسلم للمحتل، الأرض لا يمكن أن تسلم للمحتل لا قديما ولا حديثا.
المحتل، سواء يمتلك إن شاء الله يعني مئات القنابل النووية ويمتلك الدبابات وكذا، أو أولئك الذين كانوا يمتلكون السيوف ويمتلكون القوة الجسدية وكذا. دائما يعني هناك لازم أن يكون بطل، يعني كل الشعوب، أي شعب يعني مهما يكون دينه ومهما يكون لغته ومهما يكون أصله، لا يمكن لأي شعب من الشعوب أن يسلم لمحتل مهما يكون. يعني في كثير من الرسائل الاجتماعية، بحيث أنه يعني نوع من التفكير وحرية المرأة واستقلال المرأة وغيرها، لأنها هي كما قلت عندما دعاها أهلها للوجود أو للحضور إلى يعني أن تعود إلى منطقتها أو أن تعود إلى يعني عشيرتها أو قبيلتها، فهي رفضت لأنها خلاص ظنت أنها هي كانت زوجة وعاشت كملكة، وطبعا يعني عليها مسؤولية، رأت أنه عودتها وانكسارها ومجرد أن تعيش امرأة أرملة يعني أيضا كان هناك بيكون خسارة كبيرة، فهي أصبحت رمز سواء كانت خرافة أو من الخيال الشعبي، ولكنها رمز، رمز حي استطاع هذا الفيلم أن يحييها. وعافية على هذا الفيلم الرائع الجميل اللي يعني عرض في فرنسا. صح كما قلت إنه يعني نصاب أحيانا بوكسة أمل أو بخيبة أمل عندما يعني تكون مثل هذه الأفلام، تكون المشاهدات لها في دور السينما يعني ضعيفة، رغم إنه يعني في قاعة أول مرة عرض في قاعة 200 300 بلاس مكان، وبعد ذلك 50، وبعد ذلك خلص رفع بعد تقريبا أسبوعين أو 3 أسابيع. إذا كنت معكم أنا حميد عقبي، باريس، تأملات السينما العربية والعالمية. كنا مع فيلم الملكة الأخيرة أو الملكة زفيرة. تحية وتقدير، تابعوني نستمر معكم في تقديم عدد من الحلقات. هذه الحلقة 16 أو 17 ولا صرت. إذا إن شاء الله نتابع، وإن شاء الله في المرحلة الأولى أنا أطمح أن أقدم 50 حلقة من هذه التأملات، وبعد ذلك ربما أتوقف لبعض الوقت بحيث أدرس يعني مدى نجاح هذه الحلقات، ما الأشياء التي قدمته. أنا أحاول طبعا ألا أكون يعني مجرد أحكي القصة وكذا، وأن نذهب يعني أو أن نحاول نتعمق ببعض الأفكار، نناقش بعض الأفكار، السيناريو، الكتابة، الدلالات الاجتماعية، الدلالات السينمائية، أحيانا نتحدث عن بعض التقنيات السينمائية، طرق الإخراج، إذا كان ثمة شيء يعني يقال حول السيناريو أو حول أيضا نشيد أحيانا ببعض الأدوار أو ببعض الممثلين الفنانين كذا المخرجين. فنحاول دائما أن نكون معكم، خالص المحبة والتقدير، حميد عقبي، باريس، تشاو تشاو.